نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوافل خدمية كبيرة بقرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية. وتأتي القوافل في إطار توجيهات القيادة السياسية وضمن خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني. شملت القوافل قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى قافلة للكشف عن أمراض العيون. كما شملت القوافل توزيع سلع غذائية وكسوة الشتاء وتوعية المواطنين بتنظيم الأسرة ومساعدة اجتماعية وإنسانية وكل ما يحتاجه المواطن البسيط داخل القرى، بهدف تقديم الرعاية الاجتماعية المتكاملة للفئات الأكثر استحقاقا، مساهمة من المجتمع المدني مع جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين.